السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ معاكم زميلكم عز الدين محمد، أحد أعضاء أسرة نجاح بدون جشع. إن شاء الله النهاردة أكون معاكم في أولى محاضرات لأنكل أند فود. في الحقيقة هما محاضرتين بس، المحاضرة دي المحاضرة الجاية. احنا كده بفضل الله خلصنا يعتبر جزء التستنج أوف ذا لور إكستريمتي كامل، هنخش بعد كده على جزء الرينج أوف موشن. أتمنى يكون الجزء اللي فات ده كله تمام مفهومش أي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن 3 movements. تمام، اول واحده هي الانكل بلانتر فليكشن، دي المسؤوله عنها مين؟ الجاستروكنيميس والسوليس. تاني حاجه معانا الانكل دورسي فليكشن والانفيرجن، الاثنين مع بعض بتعملهم التيبيالس انتيرير. الانكل انفيرجن بيعملهم التيبيالس بوستيرير. طبعا لو انت مش فاكر ايه هي الاكشنز دي فخليك معايا. اول حاجه دي الدورسي فليكشن، ان انت بترفع رجليك لفوق. تمام، الانكل بلانتر فليكشن عكسها، ان انت بنزل رجليك لتحت او كانك بتشب على طرف رجلك، زي ما بقول لك الباليه دانسر، عارف الناس اللي بترقص باليه؟ نفس الفكره. يبقى دورسي فليكشن بترفع رجلك لفوق، بلانتر فليكشن بتنزل رجلك تحت. طبعا لازم نفتكر ان الاكشن دي او الموفمنت دي بتحصل على مستوى الانكل جوينت، انما الموفمنتس التانيه اللي معانا اللي هي الاي فيرجن والان فيرجن دول بيحصلوا على مستوى السب تيلر جوينت مش الانكل جوينت. تمام، يبقى كل موفمنت منهم على جوينت مختلف بس بيحصلوا مع بعض يعني. تمام، الاي فيرجن معناها انك بتطلع رجلك لبره، والان فيرجن معناها انك بتدخل رجلك لجوه. سيبك من الدامج ليجمنتس وكده، بس خليك فاكر ان ان فيرجن ان بتدخل لجوه، واي فيرجن بتطلع رجلك لبره. تمام، قبل ما نبدا نخش في الموضوع بتاعنا لازم تفتكر لازم طبعا تكون عارف في الماسل تيستنج الاوريجن والانسيرشن بتاع الماسل. تمام، مش مهم تعرف تحديدا فين بالظبط، بس تكون عارف المكان بشكل تقريبي يعني، على اساس انك اول حاجه تعرف تعمل بالبيشن، تاني حاجه يعني تعرف برضو تعمل تعرف تستنتج الاكشن نفسه. تمام، طيب بالنسبة للجاستروكينيميس مهم جدا انك تكون فاكر ان هي تو جوينت ماسل. يعني ايه؟ يعني هي اصلا بتعدي على الني جوينت وبتعدي على الانكل جوينت، انما السوليس هي وان جوينت ماسل بس، وهي بتعدي على الانكل جوينت، والاتنين بيشتركوا مع بعض في الانسيرشن في الاكيلس تندون. تمام، بينزل يمسك في الكالكينيس تحت. تمام، نيجي بقى لاول موفمنت عندنا. اول حاجة هي الانكل بلانتر فليكشن، مين مسؤول عنها؟ الجاستروكينيميس والسوليس. بالنسبة لجريد 5 و 4 و 3 هما زي بعض بالظبط. تمام، البوزيشن بتاع البيشنت بيبقى عامل ازاي؟ البيشنت بيبقى ستاندنج على الدوميننت ليمب او الليمب اللي انت هتعمل عليه التستنج. تمام، البوزيشن ده هو ويت بيرنج بوزيشن. يعني ايه؟ يعني هو واقف بوزن جسمه كامل على الليمب اللي هو هيعمله تستنج. طيب هل هو هنا هيقدر يجيب البوزيشن بتاعه ستيبل كده لو فضل واقف على، يعني تخيل كده انت واقف شابب على رجل واحده ورجلك التانيه مرفوعه على الارض، هل انت تقدر تجيب البوزيشن بتاعك؟ صعب جدا. تمام، فانت بتحتاج شويه اسيستنس كده، فانت تقدر تجيب سبورت لنفسك عن طريق ان انت كبيشنت يعني تسند بصابعينك الاثنين. تمام، على التيبل اللي جنبك او اي حاجه جنبك، بس ما تزودش عن كده. ليه؟ لان انت مش عايز تنقل الوزن بتاعك على ايدك، انت عايز تجيب الوزن بتاعك كله على رجلك، لان ده اصلا اساس التست. تمام، يبقى البيشنت بيقف على الرجل اللي هتعملها تيستنج وبيعمل سبورت لنفسه عن طريق ان هو بيحط صابع او اتنين على التيبل اللي جنبه او الحيطه اللي جنبه. تمام، بالنسبه للثيرابيست انت طبعا عارف ان انت لازم تكون يا اما وير ليمب يا اما لاترال لي. تمام، هنا هنكون لاترال فيو. طيب ليه هنا لاترال فيو مش وراه؟ لان انت هتحاول ان انت كل شغلك هنا ان انت بتشوف المسافه اللي هو طلعها من كعبه هو على الارض لحد ما وصل كمل الفور رينج بتاعه. يعني انت اصلا بتعمل بلانتر فليكشن، يعني بترفع كعبك لفوق، فانت عايز تشوف المسافه بتاعته من الكعب لحد فوق، من الارض لحد فوق. تمام، بالنسبه للتست بقى، فانت البيشنت هيرفع رجله في بلانتر فليكشن، يرفع الهيل بتاعه لفوق. طيب ازاي بقى هقدر احدد جريد 5 و4 و3؟ طيب هنحددها بناء على حاجتين. اول حاجه لازم تكون ثابته عندنا ان هو يكيب الكومبليت رينج اوف موشن. معناه ايه؟ اقصى رينج يقدر يجيبه لازم هو يكيب يفضل يعمله. طيب لو ما قدرش يعمله يبقى هو ما بياخدش اي حاجه، لا 3 ولا 4 ولا 5. تمام، تاني حاجه لازم تعرف ان هو يعملها ان هو يقدر يرفع رجله وينزلها في خلال 2 سكندز، يبقى التايم بتاع الريز بيكون قد ايه؟ بيكون 2 سكندز بس. تمام، تالت حاجة عندنا ان هو يكمبليت الفول رينج زي ما قلت لك، ولو نزل تحت ال 50% من الانيشال رينج بتاعه يبقى التيست عندي بينتهي. يبقى زي ما قلت لك ان هو يكمبليت الفول رينج تمام من غير اي فتيج، وان هو يقدر يرفع
في خلال 2 سكندز مش اكتر من كده، لان ده يعتبر ايه، بياخد ريست وانت مش عايز ياخد ريست. تمام. بالنسبه للاستراكشن فانت ممكن تعمل ديمونستريشن ان انت توري البيشنت ازاي يعمل الاكشن، او انك تقول له ستاند اون يور رايت ليج او الليمب اللي انت هتعمله تيستينج. تمام. جو اب اون يور تيب توز، تمام، اقف على طرفين صوابعك، او تقول له اكت از لايك ا بالي دانسر، الناس بترقص بالي. تمام. بالنسبه لجريد 5 فانت هنا انت ما بتديش ريزيستنس، فانت مش هينفع تقول لي ان هو توليريت ماكسيمم ريزيستنس. طيب هتحدد بناء على ايه؟ هتحدد ان هو يعمل لي مينيمم 25 هي رايزز. تمام. ان هو على الاقل يقدر يرفع رجله 25 مره ويكونوا كلهم كوركت رايزز. يعني ايه؟ يعني يوصل فول رينج في خلال 2 سكندز بس. تمام. يعني طيب لو جاب هاف رينج يبقى لا مش مظبوط، طيب لو خد وقت اكتر من 2 سكندز يبقى برضه مش مظبوط. يبقى انت عندك مينيمم 25 هي رايزز في خلال 2 سكندز ويجيب الفول رينج بتاعهم. طيب ليه هو قال 25 هي رايزز، او ليه قال رقم 25 تحديدا؟ قال لك ان الرقم ده بينشط حوالي 16% of the maximum electromyographic activity. يعني ايه؟ الالكترومايوجرافيك اكتيفيتي او الالكترومايوجراف عموما ده جهاز بيقيس زي ما مثلا الفورس اوتبوت، او بيقيس حاجه كده تبع الماسلز يشوف الاكتيفيتي بتاعها شغاله ولا لا. فقال لك ان رقم 25 ده هو بيقلك 60%، و60% ده كافي بالنسبه لي انا اقدر اعمل التيست بتاعي. تمام. يبقى سيبك من الرقم ليه ومش ليه، بس يبقى انت عارف ان جريد 5 يبقى مينيمم 25 ويكونوا كلهم كوريكت. تمام. بالنسبه لجريد 4 فانت لا، هو خلاص مش هيقدر يجيب 25، فانت هتستنى ان هو يجيب اقل من كده. طيب هل هو رينج مفتوح؟ لا، انت عندك ان هو يجيب من 2 كوريكت هيرايزس لحد 24 لحد 24، يبقى من 2 ل 24 ويبقى كلهم صحيحين، يبقى 4 رينج ومعهم 2 سكندز. تمام. مش اكتر من كده ومش اقل من كده. تمام. بالنسبه لجريد 3 فهو اكيد مش هيقدر يجيب الاثنين هي رايزز. تمام. لان لو جاب اثنين هيبقى جريد 4، فانت هتستنى منه ان هو يجيب 1 هي رايز واحده بس، طبعا يجيبها كوريكت. تمام. طيب هنا بقى عندك حاجتين، افرض هو ما قدرش، يعني افرض هو ما قدرش يجيب 1 هي رايز، عندك حل من اثنين، اختيار من اثنين، يا اما قدر اصلا يجيب بارشال رينج يعني ما قدرش يجيبها كامله بس قدر يجيب جزء منها، او ان هو ما قدرش يجيبها خالص يعني كعبه ما يرفعش من على الارض. طيب في الجزء الاول لو هو قدر يجيب بارشال رينج او يجيب جزء واحد فقط، تمام، يعني ما كملش رينج كله، فانت مش هينفع تديله جريد 2 لان هو طلع عن الارض، وبرضه مش هينفع تديله جريد 3 لان هو ما كملش الهي رايز. تمام. فانت هتديله حاجه بين الاثنين وبين الثلاثه اللي هي ايه، 3 ماينس. تمام. طيب لو ما قدرش اصلا يرفع رجله فانت هو مش إيه؟ انت كده اكتشفت ان البيشنت مش هيقدر يكمبليت التست من الويت بيرنج بوزيشن، يعني هو مش هيقدر يشيل نفسه، فانت هتحاول تحطه في نان ويت بيرنج بوزيشن وهتديله وتبدا تشتغل على جريد 2 واقل. تمام. بالنسبه لجريد 2 جريد 2 خلاص انت استنتجت ان هو ويت بيرنج بوزيشن، خلاص استحاله يقدر يكمل منه، فانت هتحط البيشنت في سايد لاين بوزيشن. طيب هل هو سايد لاين بس؟ لا، انت ممكن تحط البيشنت كمان في برون بوزيشن، بس برون بوزيشن كان فيه خلاف شويه. ليه بقى؟ لان انت برون بوزيشن مع بلانتر فليكشن فانت هنا مديله شويه تاثير بالجرافيتي، واحنا عارفين ان جريد 2 يفضل ان انت ما يبقاش فيه جرافيتي، لو انت تقدر تحطه في بوزيشن ما يبقاش فيه جرافيتي يبقى احسن كتير. طيب لو انت مش هيتوفر معاك السايد لاين وهتوفر معاك البرون بس، فانت هتدي البيشنت شويه اسيستنس من عندك ان انت تيليمينيت الجرافيتي او انك تقاوم الجرافيتي. تمام. بس هنا يفضل تخليك في سايد لاين لان مفيش جرافيتي مأثر عليك. في جريد 2 في سايد لاين ممكن تحط سلايدنج بورت، تمام، عشان تمنع الاحتكاك. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ قاعده مهمه جدا، بيقول لك knee extended for testing gastric nemus and soleus و knee bent for 90 degrees for testing soleus only. معناه ايه الكلام ده؟ بيقول لك لو انت عملت knee extension فردت ركبتك فانت كده هتست السوليس والجاستريك نيميس مع بعض. طيب افتكر مبدا انا قلته لك في الاول، ان انت عندك الجاستريك نيميس هي تو جوينت ماسل بتعدي على النيو وبتعدي على الانكل. طبعا انت فاكر او عارف اكيد ان انت عندك لو تو جوينت ماسل لو اشتغلت على جوينت فالجوينت التانية هتبقى اقل تاثيرا عليه. بمعنى ايه؟ خلينا ناخد جاستريك نيميس كمثال، هي بتعمل ني فليكشن وبتعمل انكل بلانتر فليكشن. لو انت شغلت الماسل اللي هي الجاستريك نيميس في الني فليكشن تأثيرها على البلانتر فليكشن هيكون أقل، على عكس إن أنت مثلا خليت الني اكستندد فأنت هتوجه كل تركيزها على الأنكل بلانتر فليكشن. نفس الفكرة هنا،
لو ني اكستندد فانت هتست الاثنين مع بعض، جاستروكنيموس وسوليس. لو انت عملت ني فليكشن 90 درجه فانت خلاص عملت ايزوليشن للسوليس، لغيت تاثير الجاستروكنيموس بشبه كامل يعني. تمام، في التست هنا تخلي البيشنت يعمل بلانت ريفليكشن، وهتستنى منه ان هو يكمبليت الفول رينج. ليه؟ لان انت ما عندكش اي ريزيستنس، ما عندكش اي جرافيتي. ده بالنسبه لجريد 2. بالنسبة لجريد 1 و0 فانت خلاص البيشنت مش قادر ان هو يحرك رجله، فانت في الجريد 1 هتستنى منه اي فليكر كونتراكشن، تعرف تشوف منه اي ماسل اكتيفيتي، وهتبدأ تعمل بالبيشن. طيب بتعمل جريد 1 و0 من بوزيشن ايه؟ بيكون البيشنت نايم برون. تمام. بالنسبة للبالبيشن فانت هتحط ايدك ورا الانكل جوينت، تحديدا فين؟ على الاكيلس تندون. تمام، هو هتلاقيه بارز جدا ورا الانكل جوينت، صعب قوي تتلخبط فيه. او ممكن ان انت تحط ايدك على الماسل بيلي نفسها، اللي هي ايه؟ عضله السمانه اللي ورا، شايف جزء البوستيرير كومبارتمنت بتاعت الليج كله، هو ده الجاستروكليموس والسوليس، اكثر اتنين بارزين اصلا. حط بس ايدك عليهم وانت هتشوف الاكتيفيتي. تمام، ده بالنسبه للجريد 1 و0، تعمل بالبيشن يا اما على الاكيلس تندون او على الماسل بيلي نفسها. طيب بالنسبه للجريد 0 فانت خلاص البيشنت ولا اي فليكر كونتراكشن ولا اي حاجه، مفيش اي اكتيفيتي نهائي. تمام. بالنسبه للسبستيتيوشن اللي عندي، اول سبستيتيوشن عن طريق ان الفليكسور هاليسس لونجس والفليكسور جيتورم لونجس يشتغلوا. طيب دول لما يشتغلوا ايه اللي هيظهر؟ الفليكسورز دول بيعملوا فليكشن في التوز، تمام، فبيتنوا رجلك لقدام، بياخدوا الفور فوت او الفينجرز ل بلانتر فليكشن. تمام، فانت هتلاقي هنا ان الموفمنت بتاعت الرجل شبيهه للبلانتر فليكشن عادي، وكانه جاستروكنيوس وسليس شغالين، بس هتلاقيها ان هي جايه اكتر على الفور فوت. تمام، طيب ايه الفور فوت دي؟ رجلك اصلا متقسمه 3 اجزاء، جزء ورا اللي هو الكالكينيوس والتيلس ده بنسميه الهايند فوت، وقدام الفور فوت، وفي النص الميد فوت. هتلاقي هنا الاكشن جاي عندك على الفور فوت دي اللي بتتحرك، والحركه على الكالكينيوس ورا هتلاقيها ضعيفه جدا، مش بنفس الرينج. تمام، فكده هتعرف ان الفليكسور سواء كان هالوسس او الفليكسور ديجيتورم لونجس هما اللي شغالين. تمام. تاني حاجه معانا ان البرونيس لونجس وبرونيس بريفس هما اللي يشتغلوا. طيب هنا هما اصلا هياخدوا الفود بتاعتك في اي فيرجن، وطبعا لما بتاخد رجلك في اي فيرجن او ام فيرجن انت بتحس شويه ببلانت ريفليكشن او دورز ريفليكشن. تمام، فهيعمل سبستيتيوشن برضه. يبقى انت اول حاجه فليكسور هالوسس وفليكسور فليكسور هالوسس وديجيتورم لونجس، تاني حاجه البرونيس لونجس وبريفس، دول هياخدوا الفود بتاعتك في اي فيرجن. طيب لو التيبيالس بوستيريور هي اللي اشتغلت هتاخد الفود بتاعتك في ان فيرجن، رجلك هتلف لجوه. طيب الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على الانسيرشن بتاع المسلز نفسها. لو انت خدت بالك هتلاقي المسلز دي على الميديال اسبكت بتاعت الفوت، والمسلز التانيه على اللاترال اسبكت. تمام، سواء كان اي فيرجن او ان فيرجن. تمام، الحاجات دي هتعرفها قدام، مش هقولها دلوقتي. تمام، اللي هو الانسيرشن بتاع المسلز يعني. تمام، بعد كده بقى قال لك ايه؟ لو التيبيالس بوستيريور والبرونيس لونجس والبرونيس بريفس كلهم اشتغلوا مع بعض، فهنا مش هيبقى في ايفيرجن وانفيرجن، هم هيبقوا متساويين، دي بتشد في ايفيرجن بتشتغل في انفيرجن، فهيلغوا بعض. فانت هتلاقي ان البلانت ريفليكشن بتاعك جاي من الفور فوت برضه. تمام؟ طيب يبقى انت كان عندك هنا ايه هي الماسلز اللي ممكن تعمل سبستيتيوشن؟ الفليكسور هالوسس وديجيتورم لونجس والبرونيس لونجس وبريفس والتيبيالس بوستيريور وال تبيالس بستير البرنس لونجس بريفس مع بعضه. تمام. نيجي لشوية helpful hints. بقول لك ايه؟ If for any reason the patient can't lie prone for kit 2 1 و 0 alternative for any of these tests is to use the spine position. يعني لو البيشنت مقدرش ان هو ينام برون، ممكن عادي جدا تنيمه من سباين بوزيشن، بس في الحالة دي انت مش هتقدر تدي البيشنت اكتر من جريد 2. تمام. تاني حاجة معانا بقول لك ايه؟ لو البيشنت مش قادر ان هو يبرفورم ستاندنج بلانت ريفليكشن، هو اصلا مش قادر يقف على رجله، بس هو عنده ستيبل فور فوت. تمام، يعني ايه ستيبل فور فوت؟ يعني البرونيس لونجس وبريفس والتيبيالس بوستيريور شغالين كويس. تمام، ده معناها ستيبل فور فوت. تمام، ممكن تعمل ابلكيشن تاني للريزيستنس غير ان انت تستخدم الويت بيرنج بوزيشن. هنا انت هتدي ريزيستنس عن طريق انت نفسك، ايدك كف ايدك هيعمل كابينج من تحت للانكل. تمام، انت بنفسك يعني ايدك هتبقى شويه الكوبايه كده، تمسك الانكل، والفور ارم بتاعك هيبقى السول اوف فوت مريح عليه، يعني رجلك من رجل البيشنت من تحت تبقى مريح على الفور ارم بتاعك، وانت هتدي ريزيستنس هنا. تمام، وهتاخد البيشنت بتاعك في دورز فليكشن اللي هو عكس اتجاه البلانتر فليكشن، بس برضه في الحاله دي مش هتقدر تدي العيان اكتر من جريد 2. ليه؟ عشان تدي جريد 3 و4 و5 لازم يكون ويت بيرنج بوزيشن. تمام.
بقول لك during the standing plant reflection test tibialis posterior وال tibialis وال peroneus longus superioris لازم يكونوا grade 5 او 4. ليه بقى؟ عشان يستابلايز الفور فوت لسه قايلينها في الحلقه اللي فاتت. دول بياخدوا رجل في اي فيرجن ودول بياخدوا رجل في انفيرجن. لو في كفه منهم اتقل من الكفه الثانيه فهيشدوا رجل في اتجاهها، فممكن يعمل لك جزع في رجلك او رجلك تتلوي، تمام؟ فلازم يكونوا التو جروبس يعني اقوياء كفايه ان هم ما ياخدوش رجلك في ناحيه اقوى من ناحيه تانية، يبقوا ايه موازنين بعض، تمام؟ عشان يقدروا يعملوا يستابلايز الفور فوت بتاعتك، تمام؟ بقول لك ايه، كير ماست بي تيكن تو افويد ترانسفيرنج الويت. ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان انت ما تخليش البيشنت يرمي تقله كله على ايده، هو بس بيسند نفسه بايده عشان يقدر ايه يكيب البوزيشن بتاعه. يعني انت بتخليه يسند بايده مش عشان ينقل وزنه على ايده او ان هو يغير في التست، لا انت لازم تاخد بالك ان هو ما بينقلش وزنه، انت لازم تخلي بالك ان الوزن كله رايح على الليمب اللي انت هتعمله تيستنج. طيب عشان تضمن كده ممكن تخلي ايده تبقى فوق راسه، يعني هو ساند بايده فعلا بس على حيطه وايده تكون فوق راسه، تمام. اخر حاجه بقول لك البيشنت شود كلير فوت ذا فلور باي 2 انشز. دي المسافه اللي كنت بقول لك انت بتقف لاترال، انت كثيرابيست بتقف لاترال للبيشنت عشان تشوف المسافه اللي هيطلعها من الجراوند لحد الفور رينج، لازم يطلع على الاقل 2 انشز، تمام؟ طيب لو طلع اقل من كده يبقى ايه التيست بتاعك ده مش تمام، تمام؟ توقف التيست على طول، تمام؟ وده اللي كنا بنتكلم فيه ان هو ما يقدرش يجيب 50% من الانيشال رينج بتاعه، فاكر؟ هي دي بالظبط اللي بنتكلم فيها. كده احنا الحمد لله خلصنا اول موفمنت معانا، نخش على الثاني موفمنت معانا. هي بنتكلم على ايه الاكشن بتاع التيبياليس انتيريور ماسل. دي الاوريجن والانسيرشن تقراهم مع نفسك، بس اهم حاجه تعرف ان الانسيرشن بتاعها نازل لحد الفيرست ميتا تيرسل والكيونيفورم اللي هنا على الميديال اسبكت اوف ذا فوت، تمام؟ ايه هو الاكشن بقى بتاع التيبياليس انتيريور؟ بيعمل دورز ريفليكشن وانفيرجن، وهي مميزه بالاكشن ده، تمام؟ يعني مش هتلاقي ماسل بتعمل دورز ريفليكشن وانفيرجن مع بعض غير التيبياليس انتيريور، تمام؟ بالنسبه اللي من جريد 5 لجريد 0، او بص عموما كل الاكشنز اللي جايه في الفوت وفي الفينجرز من تحت او التوز هيبقى كلهم من ستيك بوزيشن او اغلبهم يعني، تمام؟ ممكن تعملهم برده من سوباين، بس السوباين هنضيف عليها تعليق قدام، تمام؟ بالنسبه للبيشنت قلت لك هيقعد سيتنج، بالنسبه للثيرابيست هتبقى ممكن قاعد على كرسي قدام او تكون واقف عادي جدا، بس الافضل تكون قاعد على كرسي. ليه؟ عشان انت هتحط رجل البيشنت عليك، تمام. ايد عندك تستخدم ايديك الاثنين في التست ده، ايد هتعمل استابيلايزيشن زي ما احنا عارفين وايد تانية هتدي ريزيستنس. بالنسبه لايد هتدي استابيلايزيشن فتحطها فين؟ تحطها اباف المالولاي او اباف الانكل، تمام؟ دي الاستابيلايزيشن. ايد التانية اللي هتدي ريزيستنس تحطها على الدورز ميديال الاسفل بتاع الفوت، اللي هو دورز يعني ايه؟ يعني وش رجلك وميديال، تمام؟ يعني الحته دي بالظبط. ليه؟ انت هنا هتريزيست الدور ريفليكشن والانفيرجن، فانت هتودي الفوت في بلانت ريفليكشن، يعني هتزق داون وورد، وعكس الانفيرجن، اي فيرجن هتطلعها في اوت وورد. هو البيشنت بيحاول يحرك اب وورد وان وورد، انت هتحركه داون وورد واوت وورد، تمام؟ دي بالنسبه للريزيستنس. بالنسبه للاستريكشن بتاع البيشنت تقول له برينج يور فوت اب اند ان، تمام؟ دونت ليت مي بوش ات داون. بالنسبه لجريد 5 انت بتدي هنا ريزيستنس، فانت تتوقع ان هو كومبليت الفور رينج اجينست الماكسيم ريزيستنس ويهولد طبعا في الاخر. بالنسبه لجريد 4 هيتوليريت السترونج تو مودريت ريزيستنس. بالنسبه لجريد 3 انت طبعا ما تدنيش اي ريزيستنس، بس هتستنى ان هو يكيب الفول رينج اوف موشن. بالنسبه لجريد 2 لو انت قعدت من سيتنج فانت هتستنى ان هو يجيب البارشال رينج اوف موشن، تمام؟ زي ما قلت لك ان انت ممكن تعمل التست ده من سباين بوزيشن، بس قلت لك ليه في تعليق. ايه هو التعليق بتاعي بقى؟ لو انت عملته من سباين وعملت ني اكستندد بفرضيه ان انت عندك gastrocnemius tightness، فهي هتلمت الدورز فليكشن. بمعنى ايه؟ الجاستروكنيميوس تايتنس لو انت عندك سوباين وعملت ني اكستنشن فانت هتكون شغلتها كلها اكتر انها تعمل بلانت ريفليكشن، فهتريزيست الدورز فليكشن وهتقلل الرينج بتاعه. فانت عشان كده يفضل تعمله من سيتنج وتخلي الليج او الني فليكسد، تمام؟ عشان لو في جاستروكنيميوس تايتنس تكون اتشغلت فين؟ في الني، تمام؟ وتكون فري على الانكل جوينت، يعني ما تاخدش رجل في بلانت ريفليكشن وتريزيست الدورز فليكشن. بالنسبه لجريد 1 فانت خلاص فقدت الامل ان البيشنت ده هيقدر يجيب رينج، فانت هتبدا تبص على اي اكتيفيتي عنده وهتبدا تعمل بالبيشن للمسل، تمام؟ في جريد 1 هتلاقي التندن ظهر قدامك. بالنسبه يعني بالمناسبه التندن بتاع التيبيانز انتيرو ممكن يكون اكتر تندن بارز عندك في رجلك من تحت على مستوى الانكل. بيظهر فين؟ بيظهر على الانترميديال اسبكت بتاع الانكل،
عند الليفل بتاع المدولاي كده، جرب يعمل دورزيفليكشن مثلا هتلاقيه ظهر على طول من غير ما تعمل انفيرجن حتى، تمام. او ممكن تعمل بالبيشن للماسل دي على البيلي بتاعتها، على يعني الماسل نفسها، تمام، عند اللاترال تشين، اللاترال الانتيرو اسبكت بتاع ايه الليج، تمام. في صوره هتبين ورا. بالنسبه لجريد زيرو فانت مش هتلاقي اي بابل كونتراكشن، مفيش اي ماسل اكتيفيتي، تمام. دي صورة أحسن للبالبيشن بتاع المصل، ممكن تعمله هنا على مستوى الأنكل، تمام، وهو زي ما قلت لك يبقى أكتر تندم بارز، أو ممكن تعمله على المصل نفسها، تمام. بالنسبة للسبستيوشن هنا ممكن يكون عبارة عن إيه؟ عن الإكستنسورز مصل، تمام، هي اللي هتوهمك إن هو بيعمل دورز فليكشن، وهو في الحقيقة بيعمل إكستنشن على التوز، تمام، قدام. مين بقى المصلز دي؟ الاكستنسور ديستورم لونجس والاكستنسور هاليسوس لونجس، دول هيحسسوك ان انت بتعمل دورز فليكشن، منهم في الحقيقه بيعملوا تو اكستنشن مش اكتر. فانت لازم تاخد بالك ان المصلز دي تكون ريلاكسد، يعني تكون مريحه جدا اثناء التشغيل، اثناء التست بتاعك، تمام، لان انت مش عايز اي سبستيوشن نهائي. زي ما قلت لك قبل كده، انت لو في جاستروكنيميس تايتنس هتلمت معاك الدورز فليكشن لو انت عامل ني اكستندد، فانت بتحاول في البوزيشن ده ان انت تعمل ني فليكشن. ليه تاني؟ عشان تشغل الجاستروكنيميس على الني وتريحها على الانكل جوينت، فميبقاش في اي مقاومه او اي ريزيستنس للدورز فليكشن بتاعتك، تمام. بقول لك لو السباين بوزيشن استخدمته بدل السيتنج بوزيشن في جريت 3، انت هنا خلاص ما بقاش في اي جرافيتي مأثره معاك، تمام، فانت مفيش ريزيستنس، يعني انت اصلا ما بتديش ريزيستنس، فبتعتمد ان الريزيستنس كلها جايه من الجرافيتي، فالوقت اصلا مفيش جرافيتي، فانت لازم تدي ريزيستنس، فانت هتدي سلايت ريزيستنس، حاجه بسيطه قوي كده، تمام، بس برضو البيشنت مش هينفع تديله اكتر من جريد 3 ده هو نايم سوباين، تمام. بيقول لك في السوباين بوزيشن تاني عشان توصل لجريد 2 لازم البيشنت يكمبليت الفور رينج، ما يجيبش بارشال رينج بس. ليه تاني؟ لان مفيش جرافيتي هنا، لو في جرافيتي هقول بارشال رينج، لو مفيش جرافيتي هستنى منه يكمبليت الفور رينج، تمام. اخر اكشن معانا بقى هو الاكشن بتاع التيبيالس بوستيريور ماسل، تمام، دي اهم حاجه تعرف فيها هو الانسيرشن اللي هي نازله تحت عند الكيونيفورم والنافيكولير والميتا تورسز تحت على الميديال اسبكت برضه، تمام. الاكشن بتاع التيبيالس بوستير هو الفوت انفيرجن، هي مين مصل الفوت انفيرجن، وبتساعد كمان في البلانتر فليكشن، تمام، فانت تلاقي الانفيرجن معاه شويه سلايد بلانتر فليكشن كده، تمام. بالنسبه لجريد 5 لجريد 2 نفس التيبيالس انتيرو برضه هيقعد سيتنج ورجله الانكل بتاعه على الرجل رجلك، انت هتقعد على كرسي وتريح رجل الانكل بتاع البيشنت على رجلك انت، تمام. ايد من عندك تدي ستابلايزيشن اراوند ذا انكل، وايد تانية هتدي ريزيستنس فين؟ على الدورزو ميديال اسبكت برضو، بس انت كده هتدي الريزيستنس بتاعتك في اي فيرجن، تمام، او زي ما بيقول لك الفور فوت ابدكشن. معناها ايه؟ ابدكشن انت هتطلع رجلك لبره الفور فوت، يعني باختصار ان انت هتدي الريزيستنس بتاعك في ايه؟ في الاي فيرجن، تمام. وسلايد دورزي فليكشن، لان زي ما قلت لك ان الماسل دي يعني بتشير في الانكل بلانتر فليكشن، تمام، يبقى معلش الريزيستنس بتاعك فين؟ هيبقى على الدورز ميديال اسبكت في اتجاه ايه؟ في اتجاه الاي فيرجن، وسلايت دورز فليكشن لان هي ماسل بتساعد في الانكل بلانتر فليكشن، او باختصار اللي هو الفور فوت ابدكشن، يعني بتطلع الفور فوت لبره، تمام، ده الريزيستنس بتاعتك. بالنسبة للجريد 5 انت هتستنى ان البيشنت ان هو يكمبليت الفور رينج ويهولد اجينست الماكسيمال ريزيستنس. بالنسبة لجريد 4 هيبقى strong to moderate، بالنسبة لجريد 3 فانت هتديش resistance، فانت هتستنى ان البيشنت يكمبليت الفور رينج. بالنسبة لجريد 2 لان انت هنا against gravity فانت هتستنى البيشنت يجيب partial range بس مش فور رينج، طبعا لو نمت سوباين هتستنى منه فور رينج. بالنسبة لجريد 1 انت ممكن تخلي البيشنت sitting او سوباين، انت بس هتعمل palpation للتندن او المصل نفسها، تمام. هتعمل بالبيشن للتيبيالس بوستيريور ازاي؟ انا قلت لك التيبيالس انتيريور هي اكتر تندون بارز وهتلاقيه فوق المالولاي، تمام. التيبيالس بوستيريور بقى هتلاقيه تحت الميديان مالولس، وهتلاقيه اكتر تندون بارز تحت الميديان مالولس، تمام. ممكن تبلبيته فين؟ بتوين الميديان مالولس وبتوين النافيكولار بون. في صوره هوريها لك دلوقتي اوضح بكتير، تمام. او ممكن تعمل بالبيشن على فوق الملس نفسه، مش فوق هنا، ما يقصدش فوق هنا، لا هو هتلاقي تحت هنا على الملس نفسه، تمام. تمام، دي صورة أوضح بكتير. هنا ممكن تعمل من فوق الملس من هنا، أو ممكن تعمله بتوين النافيكولار بي الميديا الملس من هنا، تمام.
بالنسبه للجريد زيرو فانت مش هتستنى من البيشنت اي حاجه خلاص، ومفيش اي ماسكولار اكتيفيتي. ايه هو السبستيوشن اللي ممكن يظهر عندك؟ هيكون عن طريق الفليكسور ديجيتورم لونجس وفليكسور هاليوس لونجس. دول هيعملوا ايه؟ دول اصلا ماسلز على الميديال اسبكت، فيهدوا رجل في انفيرجن، وكمان بيعملوا فليكشن، فيهدوك في سلايت بلانتر فليكشن، بس هيبقى واضح فين اكتر؟ واضح على الفور فوت. تمام، يبقى مين السبستيوشن اللي عندي؟ الفليكسور ديجيتورم لونجس والفليكسور هاليوس لونجس. طبعا السبستيوشن ده انت ممكن تعرفه بطريقه اسهل، بان انت تعرف مين المسلز اللي جايه ميديال ومين المسلز اللي جايه لاترال. الميديال غالبا هياخده معاك في اي ان فيرجن، ولو هم فليكسورز هياخدوا معاك في بلانتر فليكشن، لو هم اكستنسورز هياخدوا معاك في دورسي فليكشن. بالنسبه لللاترال مسلز هياخدوا معاك في اي فيرجن، ونفس الفكره لو هم فليكسورز هياخدوا معاك في بلانتر فليكشن، هم اكستنسورز هياخدوا معاك في دورسي فليكشن. دي قاعدة عامة تمام، مش بس الفوت يعني. تمام، وكده الحمد لله نكون خلصنا أول محاضرة في جزء الفوت أند الأنكل أند فوت. يعني أتمنى نكون ربنا يوفقني نوصل لكم المعلومة، وشكرا جزيلا لكم.